بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ هذه الكلمات بالشكر الجزيل للمجلس العلمي المحلي للناظور على هذه الفرصة التي أتاحها لنا جميعا لنتناقش ونتفاكر حول موضوع هام جدا يتعلق بواحد من مقومات شخصيتنا الوطنية عموما، وأحد الأدوات الأساسية التي استطاعت من خلالها حضارتنا الإسلامية وحضارتنا المغربية بشكل خاص أن تعبر عن وجودها وتتفاعل مع محيطها عبر العالم. ذلك هو موضوع الدبلوماسية المغربية بين الأمس واليوم. وأنا أحيي اختيار هذا الموضوع ابتداء لأن المجلس العلمي المحلي لمدينة الناظور عندما يختار موضوعا كهذا للنقاش والتفكير فإنه يوسع من أفق المهتمين والباحثين والدارسين بشكل عام، ليلامسوا باهتمامهم وتفاعلهم وتفكيرهم قضية تحتاج إلى الاجتهاد وإلى التدبر والتفكير، خاصة من قبل الأجيال الجديدة من الشباب، من شباب الباحثين، من المهتمين بتاريخ أمتنا وتاريخ بلادنا، ليستوعبوا ويفهموا أن المفاهيم الجديدة التي يرونها في واقعهم والمتعلقة بدبلوماسية بلادهم هي في الواقع امتداد لتاريخ عريق ولتجربة حضارية متميزة ولمدرسة مغربية في الدبلوماسية كاملة المعايير والأوصاف. فهم الدبلوماسية المغربية في الواقع، وهذا مما يحسن أن نبدأ به الكلام، ينبغي أن يولي الاهتمام إلى أن هذه الدبلوماسية مرت بمراحل كبرى عبر تاريخها. هي تلك الدبلوماسية التي تفاعلت زمن الموحدين، زمن يعقوب المنصور الموحدي، مع صلاح الدين الأيوبي في حربه ضد الصليبيين وتحريره للقدس، ومع السلطان سليمان القانوني العثماني زمن السعديين في مراسلات طبعها في الكثير من الأحيان القوة والحدة في النقاش، وهي الدبلوماسية التي عرفت أوجها مع سفارات ومراسلات المولى إسماعيل زمن الدولة العثمانية زمن الدولة العلوية، ثم هي الدبلوماسية التي عرفت محطات بارزة في علاقتها بالعالم عندما كانت مثلا أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية قبل أزيد من 250 عام. وهذه المعرفة هي التي تشكل في الواقع تمهيدا وتوطئة ومقدمة ضرورية للاستمرارية الحالية التي تعرفها هذه الدبلوماسية وللمفاهيم التي تؤثث عملها. نحن اليوم نسمع عن الدبلوماسية الموازية، عن القوى الناعمة للمغرب، عن الدبلوماسية الروحية والدينية والثقافية وتجلياتها المختلفة، الدبلوماسية المدنية والرياضية وغيرها. وهذه المفاهيم المعاصرة كلها إنما جاءت نتيجة واستمرارية وامتدادا لهذا الإرث الكبير ولهذه المدرسة كما أشرت. أولا، من المهم ونحن نتناول موضوع الدبلوماسية المغربية بين الأمس واليوم أن نتحدث عن موقع المغرب باعتباره أمة عريقة أولا، وباعتباره جزءا من عالم المسلمين، جزءا لا يتجزأ من هذه الأمة الكبرى عبر جغرافيتها الممتدة وعبر شعوبها التي تؤثث هذا المجال الحضاري الممتد الواسع الأرجاء الذي نسميه بعالم المسلمين. وأنا أميل دائما إلى تسميته بعالم المسلمين بدل العالم الإسلامي، لأن العالم الإسلامي يفترض فيه أنه هو العالم كله، لأن هذا الدين جاء رحمة للإنسانية كلها، ولا يصح بأن نحصر الإسلام باعتباره رسالة إلهية للإنسانية كلها في ضيق الجغرافيا أو في ضيق التاريخ، لأننا في النهاية نتحدث عن مجال حضاري كان المسلمون فيه أغلبية عددية في تاريخهم وليس أكثر من هذا. إنما الإسلام باعتباره رسالة ومنظومة قيم ورسالة كونية هو للإنسانية كلها. المغرب إذن ظل جزءا من هذا العالم الكبير الممتد الذي هو عالم المسلمين، ولكنه جاء في موقع مهم جدا منه، هو بمثابة حلقة الوصل بين مجالات حضارية مختلفة، فيها المجال الإفريقي
في عمق إفريقيا في المجال الغربي منها، أو ما كان يسمى بالسودان الغربي، في علاقته بشمال إفريقيا وبإفريقيا والشمال الإفريقي والدول الممتدة من المغرب إلى مصر، وفي علاقته المتوسطية بهذه البيئة الحضارية الغنية التجارية والتبادلية الواسعة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي الضفة الجنوبية من أوروبا، وخاصة في تجربته الغنية والمتميزة في امتداده الأندلسي، بالإضافة إلى البعد الأطلسي الذي تمثله علاقته بما وراء المحيط الأطلسي. إذن فقد كان في موقع مهم، وهذا الموقع فرض عليه دائما هذا التفاعل الغني والمكثف مع بيئاته ومحيطه، وخاصة في هذا المجال، في مجال تجربته ومدرسته الدبلوماسية. كثير من المؤرخين يعتبرون أن تجربة المغرب وأن تراثه الدولي والدبلوماسي وعلاقاته تعد مصدرا أساسيا من مصادر تاريخ العلاقات الدولية في للإسلام كله ولعالم المسلمين كله، نظرا لكثافة هذه العلاقات وتركيبيتها وغناها. ويكفي أننا مثلا نعرف أنه في بدايات القرن الثالث عشر الميلادي، زمن الخليفة الناصر الموحدي، وردت على الملك المغربي سفارة من ملك إنجلترا الملك جون، يطلب فيها من السلطان في المغرب أن يقدم له عونه المادي لإنجلترا في مقابل أن يعتنق الكينج جون هذا أو الملك جون الإسلام، وأن يحمل أمته وشعبه الإنجليزي على أن يحذو حذوه في ذلك. هذا يبين ليس فقط أهمية المغرب باعتباره دولة وأهمية علاقته الدبلوماسية عبر التاريخ، ولكن موقعه باعتباره تمثيلا رمزا مميزا أو رمزا ممثلا لعالم المسلمين وناطقا باسم هذه الأمة في هذا الجانب خصوصا، وفي العالم أو في الجانب الغربي الإسلامي بشكل عام. وهو الأمر الذي يفسر اهتمام القوى الكبرى بالمغرب وعلى بالعلاقات الدبلوماسية به. وكلنا يعرف طبعا أن المغرب مثلا هو احتضن أول بعثة دبلوماسية أمريكية في الخارج على الإطلاق، وهي البعثة الأمريكية الموجودة إلى اليوم في طنجة. كثيرون من الباحثين والخبراء والمؤرخين الذين اهتموا بالدبلوماسية المغربية وبالتاريخ لها خصوصا، ويأتي في طليعة هؤلاء بلا شك أستاذنا الدكتور سيدي عبد الهادي التازي رحمه الله، وخاصة في كتابه، بالإضافة إلى مجموعة من كتبه وبحوثه المنشورة في كتابه الضخم الموسوعي المرجعي التاريخ الدبلوماسي للمغرب منذ أقدم العصور إلى اليوم، والذي يقع في 10 أجزاء، وهو كتاب يعبر عن هذا التاريخ الغني للدبلوماسية المغربية، وأن دبلوماسية المغرب لم تكن دبلوماسية ثنائية فحسب تعبر عن مصالح المغرب، وإن كان هذا الأمر مطروحا باستمرار وربما نقف عنده، ولكن هذه الدبلوماسية كانت تمثل المساعي الحميدة في إصلاح ذات البين وبناء قواعد السلم والوساطة بين الدول، وبما في ذلك الدول الآسيوية والإفريقية، وبل الوساطات بين القارات. وجدنا المغرب عبر تاريخه الدبلوماسي يقف لإصلاح بين الولايات المتحدة وبعض الإيالات الإفريقية في شمال إفريقيا زمن العثمانيين، وبين قادة منطقة المغرب الكبير أو المغرب العربي إلى غير ذلك. طبعا أحد أهم عناصر النجاح في هذه التجربة الدبلوماسية للمغرب هو أسماء السفراء، والسفارة في تاريخ المغرب كانت عنوانا من أهم عناوين أدوار العلماء. العلماء هم الذين كانوا يقومون في الغالب بهذه الأدوار منذ زمن يحيى الغزال عند سفارته المشهورة لدى الروم في العصور الوسطى، وامتدادا لأسماء وأعلام كبار أثثوا مشهد هذه المدرسة الدبلوماسية المغربية: ابن العربي في بعثته للبلاط العباسي، ابن بطوطة في رحلته الشهيرة التي وصل فيها إلى الصين واتخذ له هنالك صورة مشهورة أو رسم أو نحت مشهور، العلامة التمجلوتي في اسطنبول، فقاي في لاهاي، الوزير الإسحاقي في سفارته صحبة سيدي محمد بن عبد الله الناصري صاحب الاستقصاء، بالمناسبة أحمد بن خالد الناصري المؤرخ صاحب الاستقصاء اهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا، وأدرك أهمية معرفة العالم من خلال السفارات. ونحن نعرف أنه عندما طلب السلطان المولى الحسن الأول
أن أمر بأن ترسل بإرسال بعثة من الطلبة المغاربة للتعليم في أوروبا، في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإنجلترا عام 1875. بادر سيدي أحمد بن خالد الناصري المؤرخ إلى صديقه الذي كان كاتبا لهذا الوفد، وفد البعثة المغربية، وهو إدريس الجعيدي. طلب منه بالإلحاح أن يكتب سفارته تلك، وكتبها بالفعل إدريس الجعيدي السلاوي في كتابه المشهور والممتع تحفة الإخبار في غرائب الإخبار، وهي سفارة تحدث عنها وعرف بها ابن زيدان في الإتحاف، وتذكر تفاصيل التجربة الأوروبية التي كانت عندئذ مصدرا للصدمة الحضارية. إذا علماء كبار، ابن عثمان المكناسي بإسبانيا، السفير الزياني ببعثته إلى إسطنبول، على كل حال تاريخ حافل من العلماء الذين قاموا بهذه الأدوار، وكلهم في لتحقيق هذه الأهداف، أهداف الدبلوماسية عبر تاريخها. المعاهدات السلمية، إبرام عقود التجارة، استخدام الخبراء، البحث عن الخبرة في كل مكان، التهاني، التعازي، نفس تقريبا الأدوار الدبلوماسية التي لا زالت تقوم بها الدبلوماسية إلى اليوم. الانكسار طبعا أو الذي وقع هو أنه في زمن الحماية، نحن نعرف اتفاقية الحماية سنة 1912، وخاصة في البندين الخامس والسادس منها، منعت المغرب من أن يستمر والسلطان المغربي في القيام بهذا الدور، لأنها جعلت المقيم العام هو الواسطة الوحيدة بين جلالة الملك وبين نواب الأجانب أو ممثلي الدول الأجنبية، وهو أمر ما فاتئ السلطان سيدي محمد بن يوسف، سلطان محمد الخامس رحمه الله، يؤكد على رفضه له ويحاول أن يرفضه بكل طريق، بحيث نجده مثلا منذ 1943 في اجتماع أنفا في الدار البيضاء مع رئيس روزفلت الأمريكي والوزير الأول البريطاني تشرشل في ذلك الوقت، يعبر عمليا عن رفضه لهذا الواقع الذي فرضته الحماية، ويؤكد على دور المؤسسة الملكية في المغرب ودور الملك في استمرار حضوره في هذا الجانب باعتباره معبرا عن سيادة المغرب. وكانت هنالك محطات كثيرة بعد ذلك سنة 49 في طنجة بالنسبة لإعلان المغرب انتسابه للجامعة العربية، والحديث عن بواكير العلاقات مع العالم الإسلامي من خلال حديث السلطان محمد بن يوسف عن رابطة الدين الإسلامي التي تجعل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يشعرون شعورا واحدا كما قال. ثم سنة 50 عندما عبر بموقفه الصريح أمام الرأي العام الدولي في خطاب العرش في سنة 58 عن نفس الموقف إلى غير ذلك. المحطة الأساسية جاءت طبعا بعد الاستقلال سنة 56، تحديدا في يوم 26 أبريل 56، هذا التاريخ الذي يعتز به الدبلوماسيون المغاربة كلهم ويعتبرونه يوما للدبلوماسية، والذي تميز بصدور الظاهر الشريف بإنشاء وزارة الشؤون الخارجية بالمغرب، وتعيين بعد ذلك الحاج أحمد بلافريج رحمه الله أول وزير للخارجية، تعبيرا عن اكتمال سيادة المغرب في هذا المجال. طبعا منذ ذلك بدأت تتحدد معالم الدبلوماسية المغربية في عصرها الحديث، من خلال مواقف مشرفة، من خلال مواقف قوية ومدروسة. في أولا منذ يعني عندما جاءت مرحلة انتقال العرش سنة 61 إلى السلطان الحسن إلى الملك حسن الثاني رحمه الله، كان في أول خطاب تربعه على العرش في 8 سبتمبر 61، كان خطابا ألقي أمام 27 من ملوك ورؤساء الدول والحكومات. يعني هذا البعد الدولي والتواصل مع العالم كان حاضرا منذ اللحظة الأولى، ونحن نعرف أنه منذ 1958 كانت هنالك الخطوة الأولى في طنجة لعدد من اللقاءات الكبرى على الصعيد المغاربي من خلال مؤتمر طنجة المشهور، هذا الأفق أو الحلم الذي لا زال يراود الدبلوماسية المغربية إلى الآن، اتحاد مغاربي قوي ومتكامل يحقق طموح شعوب هذه المنطقة ويحقق الاستقلال التام للمناطق التي كانت لا زالت مستعمرة في ذلك الوقت، ويحقق وحدة التراب المغربي. قضية الوحدة الترابية طبعا صارت بعد ذلك
عنوانا على الدبلوماسية المغربية، بالإضافة وهي لا زالت عنوانا لهذه الدبلوماسية إلى اليوم والمحرك الأساسي لها عبر العالم، بالإضافة إلى اهتماماتها الأخرى، التواصل مع العالم، الحوار الديني، زيارة جون بول دو أو البابا يوحنا بول الثاني في صيف 1985، والتي امتدت بتأثيرها في سلسلة متصلة الحلقات إلى مارس 2019 عند زيارة البابا فرانسيس الشهيرة إلى الملك إلى المغرب، ولقائه مع جلالة الملك في هذه الزيارة. ثم بالنسبة للصحراء، وبهذا أختم، أعتقد أن تجربة المسيرة الخضراء كانت عنوانا كبيرا على الخيار الدبلوماسي للمغرب، وأنه يفضل دائما وبقوة وباقتناع الحلول الدبلوماسية والبحث من خلال الخطوات الدبلوماسية عن حل مشكلاته. أختم بالقول بأن هذه الدبلوماسية لا زالت ممتدة بقوة مع جلالة الملك محمد السادس، وهي تؤسي ثمارها بشكل واضح اليوم، لكنها تحتاج بلا شك إلى ظهير مجتمعي، إلى سند وظهير مجتمعي نعبر عنه اليوم بالدبلوماسية الموازية، ما تقوم به الفرق البرلمانية، ما يقوم به الإعلام، ما تقوم به منظمات المجتمع المدني، الدبلوماسية الثقافية، الأكاديمية، إلى غير ذلك. وأعتقد أن هذا هو عنوان الذي سيؤسس هذه الندوة من خلال مداخلة السادة الأساتذة بعد ذلك، التي ستتحدث عن مراكز الفكر في العمل الدبلوماسي، وعن الدبلوماسية الروحية في إفريقيا، وعن الدبلوماسية الدينية في أوروبا. فأشكر للمجلس العلمي وللسادة الأساتذة جميعا مداخلتهم هذه، التي لا أشك أنها ستكون مداخلة نافعة ومفيدة يتحقق من خلال هذا الذي ندعو إليه للاهتمام بتاريخ هذه الدبلوماسية، لمعرفة حقيقتها وواقعها وإمكاناتها القوية، ارتيادا لمستقبل أفضل لدبلوماسيتنا المغربية إن شاء الله.